ردا على التدخل الفرنسي في شمال مالي. ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسي فيليب لاليو لوكالة فرانس بيراس أنه يتم التحقيق حاليا ولا يعلم أي شيء حتى الآن. وكذلك ردا على سؤال لوكالة فرانس بيراس لم يؤكد قصر الإليزي مقتل الرهينة. وصل اليوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تل أبيب في أول زيارة له إلى دولة الكيان الصهيوني منذ توليه الحكم، ليقوم بعدها بزيارة يوم غد الخميس إلى رام الله لمقابلة أقول رئيس الفلسطيني محمود عباس، أين سيلقي أوباما كلمة بمركز المؤتمرات الدولي في القدس. المزيد مع محمد قريشي. بين متحمس من طرف الكيان الصهيوني وشك يشوب عدا من الجانب الفلسطيني، تستعد القدس المحتلة لاستقبال الرئيس الأمريكي باراك أوباما. المدينة اكتست حلة جديدة بأعلام وأضواء، الأمر الذي أسهل الكثير من الحبر وجعل الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن الأوبامانيا أو الهوس بأوباما بنوع من السخرية بعد التحسن النوعي في العلاقات بين الرئيس الأمريكي والوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تساهل أوباما فيما يخص الاستيطان الإسرائيلي عكس ما كان عليه الأمر في عهدته السابقة. أما برام الله في الضفة الغربية أين سيلتقي الرئيس الأمريكي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، خرج نحو 300 متظاهر للتنديد بزيارة الرئيس أوباما مرددين شعارات معارضة له يطالبونه فيها بالرحيل ووقف المساعدة الأمريكية للكيان الصهيوني. المتظاهرون الفلسطينيون خرجوا في بيت اللحم وقاموا بحرق صور الرئيس أوباما مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف عملية الاستيطان. وتحسبا لحدوث أي طارئ أو أعمال شغب، أشار غسان نمر مدير إدارة الإعلام للرئاسة الفلسطينية إلى أن الترتيبات الأمنية لزيارة الرئيس الأمريكي تتم بالتنسيق مع كل الأجهزة الأمنية التي انتشرت منذ الأمس بكل الطرقات والمناطق التي يمر بها الرئيس أوباما. فهل ستلقى مطالب الفلسطينيين الرامية لوقف الاستيطان الإسرائيلي صدى لدى الرئيس الأمريكي أم أنها ستمر مرور الكرام؟ هذا وشهدت اليوم مدينة غزة مظاهرات منوئة لزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المنطقة. دمشق على لسان وزيرها للإعلام المعارضة باستخدام سلاح كيميائي في شمال البلاد، معتبرة ذلك تحولا خطيرا فيما يحصل في سوريا على الصعيدين الأمني والعسكري. ونفى من جهته الجيش السوري الحر من إسطنبول اتهاماتي دمشق. مزيد من التفاصيل مع حسام الدين الشهاب. بات السلاح الكيميائي ضمن المعادلة الجديدة للحرب الدائرة في سوريا، حيث خلف استعمالها 31 قتيلا حسب آخر حصيلة رسمية. وتبادلت الحكومات السورية ومعارضها الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في الصراع الدائر بين الجانبين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كتيبة القدس وكتيبة إحرار خان العسل المرابطة في خان العسل ننفي وبشكل قاطع ما تنقلته وسائل إعلام النظام عن استخدام الجيش الحر لصاروخ كيميائي في ريف حلب الغربي في بلدة خان العسل، ونحذر من أن يكون النظام يبث هذه الأخبار لتبرير استخدام أسلحة كيميائية بريف حلب الغربي. صاروخ أطلق من منطقة تسيطر عليها هذه الأطراف، أطراف المجموعات الإرهابية المسلحة، وسقط هذا الصاروخ قرب مقر للجيش السوري أو تواجد للجيش السوري وفي منطقة تسيطر عليها القوات السورية والموالين لسوريا والذين لا يخضعون لنفوذ وتأثير المجموعات الإرهابية. وفي ظل هذه الصراعات، خاصة بعدما أكد الوزير الأول الجديد للمعارضة غسان هيتو أن المعارضة لن تتحاور مع النظام، كشف القائد الأعلى لقوات الناتو عن عزم بعض دول الحلف القيام بعمل عسكري في سوريا بشكل منفرد، لكنه أوضح أن أي تحرك للحلف سيتبعه ما حصل في ليبيا.
وفي شأن السوري دائما قال ناشطون إن الثوار دمروا دبابتين لقوات النظام في حي جوبر، وبث الناشطون صورا قالوا إنها لتدمير أحدى تلك الدبابات في منطقة تبعد عن ساحة العباسيين مسافة 200 متر فقط. وذكر الناشطون أن قوات النظام ردت بالقصف على بلدة زملكة بالمدفعية الثقيلة وراجمة الصواريخ. في الوقت نفسه ذكرت شبكة شام أن قوات النظام قصفت قرية نافعة والقرى المجاورة في ريف درعا، في حين أدى قصف هذه القوات لحي الوعر بقذائف الهاون أدى إلى سقوط جرحى. وأضافت شبكة شام أن دمارا كبيرا وقع بسبب سقوط صاروخ على بلدة كفرن بودا في ريف حما، وذكرت أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش الحر والجيش النظامي بحي صنعاء في دير يزور. تبنى تنظيم القاعدة في العراق تفجيرات الثلاثاء التي وقعت في أنحاء متفرقة من البلاد، وراح ضحيتها ما لا يقل عن 56 شخصا بينما جرح نحو 2200 آخرين. وحمل البيان تهديدات بشن مزيد من الهجمات ردا على ما قال إنه مواصلة إعدام أهل السنة في العراق. في غضون ذلك قتل شخصان وأصيب 5 آخرون في انفجار سيارة مفخخة متوقفة في ساحة ميسلونا وسط العاصمة العراقية بغداد الأربعاء، ليصل عدد الأشخاص الذين قتلوا في أعمال عنف بأنحاء متفرقة من العراق خلال يومين إلى 58 شخصا على الأقل. وكان 56 شخصا قتلوا وأصيب نحو 200 آخرين في سلسلة هجمات بالعراق صباح الثلاثاء تنوعت بين انفجار سيارات مفخخة وهجومين انتحاريين وعمليتي إطلاق نار وانفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق. وتزامنت الهجمات مع الذكرى 10 للغزو الأمريكي للعراق. في اليمن قال مسؤول حكومي إن مؤتمر الحوار الوطني الذي يسعى إلى إنهاء الخلافات السياسية يدرس مقترحا بتغيير الخارطة السياسية للبلاد وتقسيمها إلى 6 أقاليم. ويقوم هذا المقترح المدعوم من الرئيس عبد رب منصور هادي على قاعدة اللامركزية من خلال تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم جديدة تتمتع كل منها بدرجة كبيرة من الاستقلالية في إطار نظام اتحادي، كما سيتمتع كل إقليم بال البرلمان والمحكمة والشرطة الخاصة به في ظل حكومة مركزية ذات سلطات مستقلة. ويهدف هذا المقترح إلى معالجة الشكاوي التي تقول إن الثروات الرئيسية في اليمن تتركز في العاصمة صنعاء، بينما تعاني مناطق أخرى في البلاد من التهميش وخاصة في الجنوب. أوقفت الشرطة المصرية ثلاثاء ابن عم الزعيم الليبي الراحل القذافي أحمد قذاف الدم وثلاثة مسؤولين آخرين في العاصمة القاهرة كانوا محل بحث للدور الذي لعبوه تحت النظام السابق، حسب تصريح للسلطات المصرية والليبية، حيث أمر النائب العام المصري بحجز وحبس السيد قذاف الدم لمدة 30 يوما في انتظار التحقيق معه حول عدة اتهامات حسب ما أكده مسؤول في الأمن المصري. أحمد قذاف الدم سلم نفسه للشرطة التي حاصرت مسكنه حسب وكالة الأنباء المصرية، حيث سيتم تسليمه إلى السلطات الليبية والتي تريد محاكمته. كما صرح النائب العام الليبي من طرابلس أن ليبيا أصدرت أمرا بالقبض الدولي على قذاف الدم بتهمة تزوير وثائق. ليه مصالح؟ عملتوا فيه كده ليه؟